نازح بن نافرين باستقراء السياسات القمعية على مر تاريخ الدولة التركية نراها غارقة وضالعة في مخالفاتها وانتهاكاتها لمواثيق الإعلان العالمي لحقوق الإنسان وللحريات الفردية ولقمع الحريات عامة. وما يحدث وحدث للقائد الأممي القائد عبد الله أوجلان من اعتقاله ووضعه في الزنزانة وفي مكان لا يليق لا بالساسة ولا بالمحتجزين السياسيين يعبر عن مدى الذهنية التركية الوحشية في قمع الحريات، لأن قمع الحريات يدل على خطورة هذه الحريات على الدولة التركية، لأنها دولة مستبدة وضالعة في القتل والقمع وكم الأفواه. وإن التجريد الحاصل بحق القائد الأممي ليس بشخص، وإنما هو قمع وتجديد على الفكر الديمقراطي، على الفكر الحر، الفكر الأممي الذي يخدم الإنسانية والبشرية جمعاء. وما تقوم به الدولة التركية مخالف لمواثيق الإعلان العالمي لحقوق الإنسان ومخالف لكل الدساتير والقوانين الوضعية، حتى القوانين الوضعية وحتى القانون الدولة التركية تسمح لزيارة السجين، لقاء المحامي بالموكل حق شرعي وقانوني، والدولة التركية ترفض هذه اللقاءات مع المحامين مع زويه، مخالف حتى للدستور التركي وحتى للقوانين العدلية التركية. وما تقوم به تركيا أصبح واضح للعيان وواضح لكل العالم بأنها دولة مارقة على القانون الدولي بحد ذاته. طبيعي أبو بيش ديكسول ريبري قري كل بنت جيتا بري غراندا بوات جيدو نج خبريوتيا يعني دخوزن حرت شي سرق قدكن زاد هين دمو نو سرق قرتني بوانقو أمي يعني دوزو كردي ورا فاتسوندن و امين فكروغا ريبر در خستينو بنات وقنا تو ديمقراط و اندوبا لي ترسي و هين و يعني نيري موجي تركو كرد و ربنا هفته تركو امين يونان و ترك ربنا هفته لي ترسي و بشتي درترو ريبر ما شش مو مدلي اول برايت وزير كوري درفا يا امريكو گوش شونه هری مزه مکری گرتنه بریز اوجلا دمك او سروک شو ده میجی یعنی پر نامت شوندن بلا تو خور خونه شوتینن با امین مشاوات چنه کجی تدر نشوتینن یعنی زنی اپیلانه که یعنی گرتنه سروک خوشی دست بگیره پیلانه بو پیلان نام نتوی بو با پیلانه چی حتی ها بردام که نسکنیه یعنی تجرید اگه نها چید که هوا پرچاکش بوی پیلانه ها ناخوزن دنگی آن ببیسا ناخوزن تعلیماتی وی کسب ببیسا جبرگو پر جارش دگوتن دولت ترک دگوتن تعلیماتی گا برز و جالان جور جلر دشینا اجدا مشامه بیتر یعنی هر گوتن اک سرون سروق اوزان گوتن اک دیروکیه و وطای خواهنا سر و اساسه یعنی روز به روز تجدید سر زیادت کن جارا پنج سال نشکه سر جام جارا چهار سال جارا ماه جارا یعنی آرماج ترکیه آرماج من نه اخلاقیه قد کرنه شخص که حبسی دا محامی وینی و جملتی وی مروی وین نه کرکی اخلاقیه افجید خوزه بیتونی ملت و ریبر شب قد که لی تجارا وی در راد ترکیه نگو آرماج خوا جبرگو حس کرنه ریبر آگو کده دلی ملت دلی کرده آم نه تلی کرده نه پر جورا ام تبع آشوریا، ارمنیا، عربا درم رودن یعنی حس کرده واش سروگ رو هین نکن تریه همه جمعک عالم ناس کرد هف ریبر که نام نتیوی نتیل ریبر نیده کنده.